We're yes. rolling. في ناس طبيعتهم بيكونوا عندهم ستراكتشر براسهم. Yeah. يعني بيكونوا منظمين. وفي ناس هيك شوي عشوائيين. انت وين؟ أنا بالعشوائية. اوكي. <applause> 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 بالعشوائية لأنه بتعرفي الأفكار اللي بتطلع على راسي كتير يعني. <applause> ففكرة بتجيب فكرة. أحسن شيء أصلاً، لو هذا يناسبك. أنا بحس في ناس لو ما تنظم أفكارها ما تطلعش. ما تنجمش تعبر عليها في ناس لازمها عشوائية سبونتانيس بتطلع كرييتيف أكتر بس الإنسان العشوائي بده حدا حدو ينظم له أموره <applause> بالضبط له ولا تصير فوضى تصير فوضى بفوت الحياة يعني <applause> هذا اللي اللي صار معي فايتة <applause> بحيط ليتلي فبس اللي بيقدر ينظم ما بعرف إذا هي فعلا هي يعني سمة إنه منظم يمكن ما بعرف إذا هو أقل كرييتيف أو الكرييتيف <applause> أقل تنظيم بس هيدي اللي عم شوفه كيف تلاقي حالك؟ بين النظام والعشوائية أنا توقيتي منظم سوري اليوم جيت متأخرة <تصفيق> 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 العادة توقيتي منظم أما من ناحية أنه جدولي يعني أنا نكتب كل تفاصيل يومي أه حتى الشاور وقتاش نفطر تصويري وقتاش راحتي كله نكتبه أما إلا في بارت من العشوائية بما أنه نتخنق عرفت احيانا ما نمشيش بالضبط بهذاك الجدول فنحس بالذنب انه خلفت اشياء وانه فتصير هالديليما انه اوكي نكون منطقيه في تنظيم وقتي اما نخلي فرصه للعشوائيه فمش عارفة أنا بيناتهم الاثنين بس إذا هالقد بنو... الشاور منظم معناتها كثير منظم يعني كيف, <تصفيق> <تصفيق> كيف قديش يعني بتحط رسم نهار كامل قبل ما تبلشي يعني بتحطي خطة على أنه اليوم شو بدي ساوي من أول لآخره أنا يصير متعلقة بأوراقي يعني نتفكر مره كنت في السعودية في اوتيل وهسترت بما انه ما لقيتش شقلم مش حابه نكتب عرفت فبالنسبه لي انه نكتب افكاري از جورنالينج في ورقه ولا ننظم وقتي على انه نشوفه فيجولي مهم مش نفهم شنو في مخي خاطر لو نقعد بيني وبين نفسي ونحاول نفهم في مخي فما خمسه اصوات يتكلموا في نفس الوقت و وانا نغزر لهم انه ايش صاير شباب؟ <تصفيق> <تصفيق> بالضبط روقوا على شوية شوي صغير فهدوا شوي خلينا نكتبوا كل شيء هذا يساعدني باش نفهم نفسي يعني اوكي يعني عملتي نظام معين وهذا هذا كثير منيح هذا اصلا تعلمته من كتاب ديما ديما نعود نحكي عليه في كل فرصه نعاود نجبد عليه اللي هو اتوميك هابت اللي هو يعلمك الطريقه اللي تنظم بها وقتك والطريقه اللي تكون مناسبه اللي تمشي بها بما انه فما ناس ينظموا وقتهم بعد ما يمشوش بال... <applause> يعني يكون تنظيم وبعد الفعل حاجه ثانيه فتعلمتها وقعدت نمارس فيها من اللي عمري 18 اللي هو يعني قد عمري 23 يعني خمس سنين خمس سنين وانا نمارس ونحسن لين لقيت الفورما اللي تناسبني يعني نسب حياتي وبتلاقي انه الامور ممكن تتحول لعادات يعني هيدي الاشياء اللي عم تحطيها انت يمكن ما منا شغلات كنت متعوده تسويها بس هل قلبت صارت عادات؟ هو كل شيء نسويه في حياتنا عباره عن عادات وهذا علاش اسمه الكتاب العادات الذريه بما انه كانك تعود تعمل في بروجرامينغ لمخك وليومك وطريقه عيشك يعني انت اول ما تحل عينيك علاش تمسك التليفون؟ هذه عاده اول ما ما فكر في شنو فطور الصباح ولا تعمل القهوه ولا هذم كلهم انت يبينوا لك انه حاجات بديهيه اما لا هي حاجات عادات منبرمجين عليها على طول الوقت علاش نرقدوا في الليل ما نرقدوش في النهار انه عادات تعودنا انه الليل هو وقت النوم نرق عم... عم حلش يعني نرقد وطلعت آه اوكي اوكي من اول كنت نحاول نعمل انا على رياضه ايه حسيت انه ايش نرقد اوكي اوكي نحاول اللهجه نخليها أبسط. لا لا خليكي كثير حلوه شكرا ف حبيت نوصل لك انه حياتنا كلها وكل افعالنا عباره على عادات فنقطة نقطه الوعي وين تصير انه انت تعرف تعود برمجه نفسك تعود برمجه عاداتك تعود برمجه يومك بما انه مش هي من السهل الممتنع يعني تبين لك انه اوكي سهل بدل انا اليوم نعمل رياضه كل اسبوع كلنا نحاول نعمل رياضة وفي الأخير ما نعملوش علاش فما أسباب صغيرة فما حاجات بسيطة إنه تعود بها نفسك لين تعود برمجة نفسك طب هكي بتلاقي إنه هاي, هاي الطريقة يعني هل هي طبيعية يعني هلأ شغلة منيحة إنه يقدر واحد ينظم بس إذا بتشوفي إنه نسبة العالم اللي عايشين آه راندم. راندم بتكون الأغلبية منا عايشين بطريقة راندم صح. يعني قد تعلمتي هذا الشيء تعرف ممكن متعلمته اصلا من جدتي اللي انا تربيت عندها جدتي من اللي انا نعيش عندها عمري ثمانيه سنين التسعه متاع الصباح نقوم لازم نطوي كساله يعني الغطا متاعي نطويه عندي توقيت الفطور فطوري يكون حاضر اما لازم نغسل معوني بعد العشره نمشي المدرسه كيف نرجع نكون فطوري حاضر يعني الغداء وعندي وقت الراحه بالوقت وق اوكي انا قبل ما كنتش نفكر فيها وانا صغيرة ما مانيش كنت حاسة حالي في معسكر انه كنت حاسة اوكي هذا جدول يومي لعشت عشت على السيستم هذا لين عمري 13 فمن وانا عمري 8 سنين ل 13 سنة وانا عايشة على سيستم انه كل شيء اوتوماتيك ما نتوترش ما من نفكرش في, في افعالي شنو بشي يصير اصلا اريح لنا سيستم وستراكشر يا مظبوط حتى بتلاقي البلاد اللي عندها السيستم وستراكشر بتلاقي انه الامور ماشيه اتس ا فلو اتس ا فلو ماشي ماشي طبيعي يعني yeah. غير البلاد العشوائيه بالضبط فانا اول ما يصير معي شويه عشوائيه تشوفوني توترت واوفر ثينكينج ونكون اوفر ونكون فوضى عارفه أنا مش منظمه هيك الفتره طيب والكريتيفيتي منين بتجي؟ الكريتيفيتي عندها توقيتها زيد اوكي ما نجموش نبرمجوها اما مثلا انا نعرف انه العشيه بعد ما نكون كملت تصوير مثلا انه عندي هالساعتين الفراغ اللي باش نعمل فيهم اي حاجه حابتها فحتى الكرياتيفيتي ما من ال من ال من التفكير المفرط ولا من التوتر ولا لا لا تجي من غير ما نفكروا في وقت جاي اما لازم على الاقل مخك يكون رايد يكون عندك فرصه انك باش تتامل شنو صاير حولك شنو في افكارك انك تسمع نفسك فاحسن شيء انك تحدد توقيت حتى الحاجه هذه انه أوكي انا الساعتين هذو مش مش تليفوني فمش حتى انتربشن فمش حتى تي في فمش حتى ميوزك اراوند قاعده مع نفسي <applause> يعني بتخصصي وقت لانه تطلعي بالافكار مش هي بتجي بالوقت بشكل يعني من اليوميات من من, يعني باي <applause> تشانس مثلا بتكتبي فكره او خطرت على بالك هو اكيد من اللي يجوا الفرص اللي تجيك فكره راندم حتى مثلا تكون في الشارع تشوف حاجه اما نعطيك مثال بسيط علاش اغلب افكارنا يجونا واحنا في الشاور <applause> ما بعرف البلد بحس بحس الدم هيك بلش <applause> يفور بالبخار <يفور يفور تصفيق> مزبوط هو بما انه في الشاور التاسك اللي تعمل فيه انك تغسل شعرك انه هذه اوتوماتيك تعودتها ماكش تفكر انه طريقه تغسل شعرك متعودين عليها وفي نفس الوقت ما فماش انتربشن فماش حاجه تلهيك فمش تليفون سوري فمش تليفون ولا حاجه فهذه هي الانفايرمنت المناسبه انك تعمل في حاجه اوتوماتيك من دون تفكير وفي نفس الوقت من دون انتربشن مزبوط انا انا صارت معي بس صرت اوقف خفف منها لانه كان بيتجيني افكار كتير بس بس اطلع من الشاور بنسى نصهم يعني رايت داون نوت نجيب شيء شيء ينكتب فيه بش بقلب الشاور صبور على الشاور <تصوح> <تصوح> طيب بلشتي حياتك اوكي اخذتي هالنظام من من جدتك جديد. الله يرحمها <تصوح> الله يرحمها قد ايه فيها لجدتك انت عشتي عندها فتره طويله <تصوح> انا جدتي كما نحس اغلب الناس انه هي امنا الثانيه ولا الاولى وخاصه اني تربيت عندها وكما نحكي انه ديما تعاملني كاني انسان راشد يعني انا عاشت مع جدتي وخالتي فنفس الطريقه اللي تكلم بها خالتي تكلمني انا بها فنحس روحي انه انسانه راشده ومسؤوله من بعد كيف توفت الله يرحمها يعني حسيت انه حاجه غريبه انه خاصة إنه رجعت لدارنا كل شيء تبدل في حياتي فكان ترانزيشن غريبة وما تقبلتهاش فورا يعني ممكن كدفنس كدف ميكانيزم كوسيلة دفاع مخي عملها الروحي إنه أنا ما تقبلتش ما فهمتش إنه هي ماتت يوم اللي مات إنه كلمتني أمي في التليفون حكيت لي وكنت نلعب مع أصحابي وكملت لعب ما استوعبت المو الموضوع؟ no. وانا عارفه يعني هي ما فاجاتني هي كان عمرها اه كان عمرها في الثمانينات ولا السبعينات وكنت كانت مريضه فكنا متوقعين هالحاجه اما نحكي لك انا في عمر صغير 13 عشت الموضوع على شوي, شوي 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 تاثرت شوي شوي بكيت شوي شوي مثلا في الاعياد هي مش موجوده وقت اللي نكون راجعه للدار نفكر انه نمر عليها نفكر انه هي مش موجوده يعني وبعد ما نكبر في العمر اكثر يصير لي موقف نتفكر قصه حكيتها لي جاتي في هالموقف يعني هي دائما كانت عندها تحكي لي تقول لي هذا الله يرحمه صار معاه الموقف وانا مش فاهمه وانا صغيره ليش تحكي لي هل كل الناس اللي ماتوا <applause> فبعد كبرت وفقت اللي هي كانت تعطي فيها في كل امثال عم تعطيكي تعطي فيها في دروس وانا مش فهمتهم وقت اما من بعد اخذت الدرس <applause> يعني وزعت الصدمة على على مراحل لحتى تقدري yeah. تقدر تتحمليها طب شو السبب ليش كنت ليش يعني ما كنت عايشه مع امك وبيك يعني ليش انتقلتي hey. احنا في العائله احنا سته اخوات بنات ولد وانا قبل الاخيره فاللي اصغر مني كان مشاغب okay. <applause> وكنا متعلقين ببعضنا يعني كل شيء هو ياخذ ادواتي ما يخلينيش نقرا ففي عمر اللي دخلت فيه للمدرسه امي اختارت انه نمشي عندهم بقى عند جدتي وخالتي بما انه اول شي هم عايشين وحدهم وجنبهم في مدرسه وهو اسهل لي يعني مش نجم نركز وكل ولا نقعد أنا اخوي المشاغب <applause> نكون ديما نفسدوا في اقلام بعضنا ونلعبوا فكانت نجم كل الظروف يعني الظروف كانت اسهل انه كانت صعبه على امك بس كانت تطل عليك وتشوفك يعني اكيد اكيد امي كانت كل نهايه اسبوع تجي تاخذني يعني حتى في النظام تاعي عندي الاخر السبت تجي امي تاخذني نروح لدارنا نقعد نلعب مع اصحابي يوم الاحد بعد الاحد العشاء نرجع <applause> فهذه كانت بارت من حياتي زيدا ما حسيتي انت انه شو السبب ليش انا مثلا ما عشت مع امي هالفتره م -م. يعني ما كان في هذا الاحساس عندك اياه الأول كان بنحس انه طبيعي بما انه حتى في مدينتي يعني مش حاجه غريبه انه شخص يعيش مع جدته وخالته وكل يعني كنا كنا كل الناس عايشين مع بعضهم يعني انا بالعكس انا مستغرب كيف جيت هني مثلا غريب انه ما نعرف جاري <تصفيق> <تصفيق> عرفت انه انه غريب انه ما نشوف امي كل شويه فليه بالعكس انا السيستم الـ الـ ولا العيشه هذه انه عند خالتي وجدتي وعمتي ومتعودين عليها العائله الكبيره يعني إيه بالضبط هون <applause> بتحسي انه اذا جارك دق الباب عليك وقال لك بدي بصله مثلا ما أصلي <applause> ناقصتي سكر مثلا يا ريت تعرفوا والله نتمناها تتصلي للشرطه بالعكس انا نتمناها انه نحب نشوف جيراني نحب نسلم انا اصلا ديما تلقاني اصحاب مع الحارس البنايه بما انه نحب نحس انه نعرفهم اللي في بنايتي عرفت وتعودت حتى وانا صغيره امي تبعتني نجيب فلفل نجيب سكر من جارتي و... يا يا هذا احسن بحس احلى تحس بامان اكثر طب بلكيس انت دراستك كملتيها وصلتي للمدرسه و لا يعني وصلت للبكالوريا وما كملت الجامعه ما, مع... ما كملتي بالجامعه شو السبب؟ أه... لازم ظروف اما هي الفكره كانت عباره انه انا مش ناخذ جابير عام واحد انه نفهم انا شنو حابه بما انه توجهت تكتشفي نفسك بالضبط <applause> انه انا ما كنتش حابه كنت شاكة نعم حابة نعمل أداب أما علوم بما أنه عدادي في مادة العلوم عالية من بعد اكتشفت أنه لا مش مناسبني بعد اكتشفت أصلا أنا مش حابة ندرس علوم حابة ندرس فن قعدت <applause> <قاعد> في هال existential <applause> crisis <applause> 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 مش عارفة روحي شنو نحب نعمل فقررت مش قررت صراحة أنا وحدي قررت أما كيف حكيتها لأمي قالت لي ألف أعوذ بالله إنه تضيع وقتك تضيع دراستك لازم تكملي بعد شاركت في برنامج رياليتي شو اليوتيوبرز وجات كورونا يعني مصائب قابل أنا خبر فرحت إنه فمش دراسة أه العمل اللي بعده كبرت الأرقام جاتني أه فرصة إنه نجي لدبي فعام ولا عامين ولا ثلاثة عرفت إنه صار يقطع الوقت yeah. وبلشت تلاقي حالك ناجحة بالسوشيال ميديا وباليوتيوب هي مش كان حكيت سوشيال ميديا أما بديت لقيت السيستم اللي مناسبني يعني الحاجات اللي نحب ندرسهم يعني مثلا أعطيك سكوب <applause> 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 إنه هالأسبوع بديت ناخذ في دروس في الفن يعني كرسم مش كان هواية ولا حاجة لا دروس ونتعلم ديما نقول زاد قبل كنت نحب اللغات فلقيت اكاديمي انه نقرا لغات اونلاين فكنسافر نسافر ولا نكون عند تصوير وكل في نفس الوقت عندي الدراسه متاعي فانا ياسر نامن بال بانه كل شيء موجود على الانترنت انه يا سيلف ليرنينج يا يا اونلاين يا فكانه نواكبه بما انه عصرنا كل شيء فيه سهل كل شيء جري الدنيا تحلت على بعضها سفر ولا اسهل حتى دراسه خلينا نخلي السيستم اللي يناسبني آه، عم سو هلا عم تدرسي الرسم بشكل محترف ان شاء الله بس شو هاي قصه الرسمات الجوثيك والرعب <applause> على فكره كثير حلوين يعني. شكرا عن جد <applause> آه شيء يعني انه اتس فيري بس آه يعني فيهم كثير هيك جوثيك بدي اقول شو بتسميهم انت او شو الستايل هيدا يعني هو هذا شنو نحاول نعرف اصلا يعني اول ما بديت ناخذ في اول ما بديت ناخذ في دروس بديت نسال في اللي يعلم فيها انه انه علمني شنو يعني شنو هذا ستايل عنده اسم عنده مدرسه عنده حاجه فما زلت نتعلم ما زلت ما نعرفش الكلمات المناسبه قالوا لك لا هي انت من عندك طلاق هو حسيته شوي اعطاني نظرات <applause> بتاع المشكله منك بيكي نسميها ستايل بيكي <applause> اما انا بالنسبه لي نرسم الحاجه هذه اول شيء اول ما بديت نتعلم كان عندي كان القلم رصاص ما كانش عندي ادوات رسم وكل شيء فبطبيعتي نرسم كان يعني اللون الاسود ولا بالقلم الرصاص رمادي وكل شيء وبطبيعتي ما تعودتش على الألوان ومن بعد كيف بديت نستعمل في الألوان قربت أكثر للأسود بما أنه أوكي ما نوجعش راسي خلطه وجيبه يعني وأقل تكاليف صراحة <applause> ومن بعد مشي هذاك هو الستايل اللي أنا نرتاح فيه يعني ومش كان الألوان يعني حتى من شكليا كان كنحس حاجة سلبية ولا كيف نحب نعبر على فكرة مثلا لو انا حكيت لك اليوم والله هي حاسة انه عندي إنسوميا من فترة طويلة مش مرتاحة في نومي تقولي لي اوكي يعني هي مشكلة ما تحسش بقدش هي مزعجتني كيف نجيب لك رسمة انت واحدة عينيها حمر وطالعين منهم يدين وكل شيء انه تشوفها تقول أوه. اوكي انه حر... اوكي وصل لي احساس اللي انت حاسه بيه انه فكل شخص وطريقته في التعبير يعني كما ناس تعبر في الاغاني الناس ليش علاش اغانيها كلها حزن؟ هيدي هو الطريقه اللي عم بيها الحزن بتاعه. سواء so, so, انت هي طريقه تعبير عن مشاعرك عم تعبري فيها بالرسم او mm -hmm. او يعني كمان مش ممكن تكون عن ماساه او تعب او انت عندك mm -hmm. ارق ما ما بتنامي mm -hmm. خبريني هذا الموضوع اكثر. أه هل حل أه. يعني حليتي الموضوع ولا ما انا هالشهر هذا قاعده نجرب آه انه في كل الطرق وكل الحلول للانسومنيا كل الحلول قاعده نجرب فيهم يعني وصلت حتى مشيت للسيفن كلينيك وصلت آه مشيت للريتريت فما حاجه خايفه منها حاليا مش بنجربها لي 10 ايام من دون تليفون من دون نوت نوت ممنوع تكتب ممنوع تعمل حتى شيء هذه مخوفتني صراحه يا طب بس بكي للي ما بيعرف قد يعني لما بنقول ما بتنامي قد ايش كم ساعه بتنامي بالنهار؟ شوفوا الانسومنيا ولا الارق يعني اتس هول ديليما هي موضوع كبير اما باش توصل للناس خطوره هالشيء أه لازم اول شيء يفهموا اهميه النوم فيعني مخنا ما يفكر بطريقه واضحه من يكون كريتيف تكون بروداكتيف في شغلك الا ما تكون ماخذ قصتك من الراحه راقد حتى في الدراسه في كل شيء فتخيل انت مده خمس سنين انه تكون مش متشبع من النوم انه ديما فو جيت لاج الناس كي تسافر ويصير لها جيت لاج تتوتر تخيل لو حياتك كلها جيت لاج ففوضى وخاصه انا اللي اللي وقتي عباره على نظام وكل شيء بالوقت فجاه ما نرقدش فجاه نرقد عشرة سوايع فالفوضى هذه مأثر عليا انه انا مش حابه نفسي عرفت حاسه انه قد كان نحس بالذنب انه ما نرقدش في الليل بما انه نفكر ما عندي غدوه نكتب افكاري نقوم في النهار مش عاجبني ما عنديش مود مش شابعه نوم مش عارفه نصور بطريقه بيه وجهي تحس عليه تعب ما نكملش شغلي يوصل النهار نبدا حاسه بالذنب اخر النهار ما يجينيش النوم ما انه نفكر فهمت اتس لايك اتس لايك لوب دولاب اي لوب لوب متاع متاع احساس بالذنب متاع برشا احاسيس سلبيه اللي بعد تنفست من شويه حكيت لك انه انا هالشهرين انه كل شيء سلو داون هدي مش مش الذنب مش ذنبك فما حاجه غلطه اما خذ وقتك انك تحلها اعرف وين بالضبط المشكلة وين بالضبط الحل شنو الحل اللي يناسبني فإن شاء الله هالشهر نلقى الحل إنه نرجع للنظام لل اللي حسسني شوية بالراحة نحن على طول بيكون كمان لاحقين يعني مرات بيكون منا ناخد الراحة ومنا ناخد نطلع بحالنا ونحب حالنا أكتر مم. بس مرات ضغوط الحياة بتصير هي اللي بالضبط. ومن وراء ضغوط الحياة بنصير يعني نهمل نفسنا نهمل نفسنا مم. نحس تعرف نحس جات فترة ترند الفيديوهات الموتيفيشنال ولا الكوت متاع متاع لو حابب تنجح في حياتك لازم تقوم أربعة الفجر و... وتتعب وتسهر الليل و... no? لازم ترتاح تشبع نوم تكون راضي على نفسك شوي شوي سلو داون تفهم افكارك تكون متصالح مع نفسك صحتك الجسدية والنفسية اهم شيء باش تنجم تكون من... تنتج اما هذو أثروا علينا انه نشوفوا فيهم هكا ورك اوت وبيرفكت والحياه البرفكت اللي ديما يتعبوا وديما سهرانين هذو هما حطيناهم ايدول فنحس انه صدقنا انه هذا البرفكت ستايل اللي اللي انا لو تعبت وسهرت وكان عندي احواق يعني هالات سوداء وهذا هو يعني انا ناجحه بعد اكتشفت انه نو 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 مش هذا النجاح وهول الموتيفيشنال توكس يعني هن اجزاء من من 24 ساعه الشخص يمكن نايم فيهم 23 ساعه يعني عم يتمرن مثلا ساعه بالرياضه او اذا كان عم يشتغل هارد وورك يعني ما فينا نصدق كل شيء بينقال عن الموتيفيشنال توكس بالضبط يعني هو ممكن احنا صدقناها بطريقه يعني انا حكيت لك هو الصوره اللي نشوفه فيها يعني انه شخص سهر و... وتعب وكل يعني بيرفكت يعني هو بعد اكتشفت النجاح يعني كل واحد كيفاش يعني الديفينيشن بتاع النجاح عنده انا بالنسبه لي النجاح انه اول شيء بينك وبين نفسك فما تصالح النجاح انه انت فاهم حتى لو عندك مشاكل نفسية مشاكل انه فاهم شنو انت وين انت شكون وين مشكلتك وشنو الحل اللي قاعد تعمل فيه ومن بعد النجاح يجي وحده الشكليات الفلوس الحياة الانجازات هذه تجرها الا ما تكون انت لباس بالداخل يعني السلف أويرنس بالضبط. إنه نحن نعرف نحن شو منا بالحياة وشو منحب بالحياة. يعني هل أنتِ قاعد في في كرسي القيادة بتاع حياتك ولا أنتِ قاعد على جنب والحياة تهز فيك؟ مظبوط، بدي أحكي بس شغلة عن النوم. قديه آه. هو مهم بطبيعة الإنسان، حتى الإنسان القديم بيقدر يعمل سيفينغ بجسمه للأكل، يعني بيقدر يقعد أسبوع من دون أكل أو 10 أيام من دون أكل، مم. لأنه بيعمل سيفينغ. يعني بيخزن دهون مم. وبيقدر يعيش عشرة ايام من لانه كان الاكسس للاكل مش موجود مم. فتعلم الجسم انه يخزن الاكل بس النوم ما تعلم يخزنه لانه كان موجود يعني انه واحد يقدر ينام كان اكسسبل بس انا تقسم بس لثلاث مراحل انه اللايت الخفيف بعدين الميدل بعدين الديب سليبينج آه فما بتقدري انت تقولي انا والله فيني ثلاث ايام اقعد بلا بلا نوم فيك تقعد ثلاث ايام بلا اكل بس ما فيك تقولي ثلاث ايام فاي يوم ما بتنامي فيه بيكون خسرتي شيء من بالضبط من صحتك. يعني هي حاجه موجوده في جيناتنا وفي من قبل, قبل 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 يعني فينا اللي ممكن تتبدل انا خايفه لو في المستقبل يوليو الناس كلها عندها انسونيا لانه حاسه انا كيف نحكي في الموضوع في السوشيال ميديا كل الناس تقريبا يكتبوا لي انه انا في نفس الدولاب انا عايشة نفس المشكلة بليز لو لقيتي حل احكي ممكن السرعة اللي وصل لها عصرنا ما هيش مواكبتنا وفي فيش عم كل شيء كل شيء يتطور وكل شيء ولا بسرعة واما احنا اجسامنا وستايل حياتنا مازال يحب على الطبيعة مازال يحب يتنفس مازال نحب نرتاح ف... فان شاء الله الناس تلقى الفورميلا اللي تناسبها وما تكونش في سباق طب بكي بتلاقي ممكن يكون هذا الشيء من هوم سيك يعني انت اشتياقك لل لجدتك اشتياقك للبيت هل هو هذا الشيء ممكن اللي لانه في سرعه معينه يعني عم تحكي عنها فيمكن بتبردني او افكاري بتروح انه طب ايمتى كانت بكي تنام ومرتاحه؟ مم. هو ممكن بما انه بالنسبه لي انا العام الاول اللي تبدل فيه كل شيء النقله بلد جديده حياه جديده حتى الناس اللي تبع فيها أنا كيف نرجع لتصوري شكليا وجهي كان تعب حالتي وزني تفكيري كان غبابي أفكاري مشتم مش فاهمة شنو نحب ما نحبش وقتاش نرتاح كيف نرجع للطبيعة مهما كانت يعني كنت نروح لتونس خليني نحطني نشوف في جبل ولا في البحر هذه هي فرحتي عرفت فكل شخص وين نقطة الراحة متاعه ولا وين ينجم يعمل ريستارت حاليا بالنسبة لي أنا طبيعي بما أنه ممكن زادة كيف كبرت مدينتي كلها فيها زيتون اليوم تعبتي كانت على خضار فكيف انا نرجع ولا نشوف الحاجه اللي تريحني ممكن نحس بالنوستالجيا كيف نغوص تلقاني في الماء وغ... الماء يريحني فكل شخص فما ناس تريح الشغل فما ناس كيف يكون productive ويتعب ويعمل يعني milestones في شغله وقته وين يرتاح فاهم شيء نعود نقولك انك تلقى الفورمولا اللي تناسبك تلقى وين نقطة راحتك وين انت تنجم تعمل ريستارت نايس ادي الغربة هي صعبة بالنسبة لك انت تغربتي وانت من صغيرة جيت <applause> على دبي واشتغلت لحالك واحد 21 <applause> هي اول شيء الغربه ما كانتش حاجه غريبه بالنسبه لي بما انه اخواتي اللي اكبر مني واخويا الكبير كلهم عاشوا بالبرا سافروا فانا كبرت ونشوف فيهم هم عملوا هالخطوه وثانيا السفر ما كانت حاجه غريبه بالنسبه لي بما انه حتى و... وانا في تونس تعودنا على الكشافه على المخيمات المصايف فاني نتحرك اني نبات لبرا مش حاجه جديده ولا تخوفني فاول ما جيت حسيت روحي مستعده حسيت روحي عادي يعني مستعدة يعني مستعد عادي السفر بالنسبه لي تعرف تعمل على روحها تعرف تتصرف من بعد كيف قعدت في داري وخسرت انه انه المعون لازم انا نغسله الحوايج فمش امي باش طيب لي كلها تفاصيل الفواتير بديت شوي ملول حمسني الموضوع وحسيت حسيت روحي كبرت أما بعد إلا ونقعد نحتاجوا كل نحتاج نعود نحسوا روحنا صغار خاصة كيف نمرض كيف نتعب تكون سخانتي طالعة نحب يكون يجيب لي شربة شكون حتى أنا عندي صاحبتي نمشي لها قلها عنقني هاجمي الإنسان إن نحب نتعنق نحس بالتفاية نحس بالسيفتي فالغربة فاجأتني كيف مرضت انه انه فمش ناس حولي انه نحب على حنان فبالنسبه لي كان الموضوع صعيب اما انا فرحانه وفخوره انه عشتها في عمر صغير وتاقلمت معها طب شو الموتيفيشنز تبعولك باكي يعني اللي اللي خليك اللي عم بيخليكي هلا يعني ضلك مستمره وعم تعملي انتاج بالشغل وبالمحتوى تبعك اللي عن جد بهنيك عليه المحتوى <تكلم> الرائع <تكلم> الهادف اللي فيه افكار هيك عم بتعلم العالم يعني نابع من شو؟ انه من هل هو يعني بتعتبريه انا شغل بس انا اخترت موضوع ولا انا فعلا عم اعبر هالشيء او عندي هدف معين وصله للعالم؟ <تكلم> ممكن نحكي على تاريخي ولا يعني كيفاش بديت الحكايه كلها انا وصلت للاستنتاج مؤخرا انه انا نحب التصوير والتوثيق من قبل والحاجة اللي شفتها من بابا يعني أنا كبرت نشوف في عنده كاميرات ويصور مش لا ما كانش لا في السوشيال ميديا للنشر يعني نحب التصوير نحب توثيق اللحظات وحاجة دي حتى كبرت فيا مليانة صغيرة نحب نحل عرفت الويب كام تاع هذا البي سي نصور نعمل بوز ونشوف الفيديو أم لايك واو عرفت نعمل بوز فا <applause> 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 فأول شيء كانت فيا من وين صغيرة أنه نحب نصور ونوثق كل شيء ومن بعد بالوقت اكتشفت السوشيال ميديا، اكتشفت انه الناس تتفرج فيا وتحب تسمع افكاري وانا مستغربة انه خير ليش؟ انه علاش تسمع في افكار طفلة عمرها 17 سنة ما زالت افكاري ما هيش مش ديفينيشنز، ما هيش اقوال، ما زلت نجرب في الحياة، ما زلت نشوف اما شوي شوي اكتشفت انه انه عندي مسؤولية انه الناس تحب تشوف حياة شخص قاعد يكبر انه رحلتي للوعي انه النقله بين التينيجرز وبين الرشد ف بالنسبه لي بديت بطريقه عفويه بما انه نحب هالحاجه هذية من بعد شوي شوي حملت نفسي المسؤوليه وذيك علاش يعني نختار حتى لو تحاول تعطي ديفينيشن المحتوى اللي نعمل فيه تشوف في كل شيء مرات مرات تشوف رسم مرات تشوف سفر مرات تشوف مغامرات مرات تشوف انا قاعد على كرسي ونتكلم فهو حرفيا عباره على حياتي انا فاش نفكر فما فيديوهات احيانا نمحيهم بما انه فكرتي تبدلت على هداك الموضوع فنحب انه الناس متابعه جورني بس ما لازم تمحيهم لا افكارك حلوه حكيتي كمان بس في اشياء انه فيها تعليميه يعني في اشياء يعني ما تعلمتي اول شيء تنظيم موضوع كيف تصرفي والفلوس مم. والسيفينج وحكيتي عن هذا الموضوع كتير عجبني صراحه آه شكرا لآخر <applause> <ومت> فيديو <applause> كان <applause> وما تحط ما تحط فلوسك بالبنك وفي البراندات والبراندات <applause> وفي ناس قلتي انه بياخذوا قروض ليأخذوا ليعملوا براندات بس انت بالفاشن وانت بالسوشيال ميديا آه يعني هو فما خط رفيع بينات انه انه تكون مدمنة على العالم هذا والا انك تكون مشارك فيه من الناحيه الفنيه، يعني انا من اسعد لحظات حياتي كيف كنت اشتغلت فتره قصيره كموديل ونشوف في الفريق انه اللي صمم اللبس اللي اختار نوع الميك اب، لون الشعر والكلهم مع بعضهم ويجي الكرييتيف دايركتور ويجي الفوتوغرافر ويجي الايديتور وكل هالتيم ها مثلا باش نخرجوا كفر هالمجازين فبالنسبه لي كنت نتفرج وعينيا تلمع انه انه فن عرفت اما هذا ما يعنيش انه انا مش نكون مستهلكه عاميه انه لازم نشري اي شي جديد انه لازم استهلاك, استهلاك 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 هذا جانب كابيتاليزم موضوع ثاني موضوع موضوع انا نرفضه فنفس الشيء الفلوس يعني الناس ديما تشوف مثلا في ناس نجحت في عمر صغير ناس في عمر اكبر تشوفي ناس عايشين لايف ستايل معين في بذخ في براندات وكل ف ولو ذي انه هذا الهدف انه لازم نشري هالبراند باش نثبت انه انا في, في... يعني قيمتي انه نو 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 سلو داون خليني نحكي لكم على الفلوس لو تحبوا خليني نحكي لكم على آ... تكست تعلمتهم خليني نقول من عمر صغير بما انه بديت في المجال من عمر صغير أغلاط عملتهم فأي حاجة نتعلمها نحب نشاركها مع جمهوري ولا مع الناس اللي تبع فيا ب... بس ننشر الفايده يعني حبيت فكره انه كمان بتاخدي صور للاشياء اللي ممكن لانه ب... انت بتحبي تشتري مثلا في 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 ناس يعني مدمنين على الشوبينج فانت بتعتبري انه الدماغ هو بيت بيتفشنا نروح نشتري فانت بتروحي بس بتصوري الايتمز <applause> <applause> و... ما هو هذا تبع البروجرامينج فنفس ما مخنا تعدل اسمها هو اصلا الماركتينج والبيعان عالم ثاني لو تشوف فيديوهات كيفاش الناس تخليك تشري هالمنتوج بلا ما تحس تخاف إنه قاعد يصير لك غسيل دماغ <applause> أما في نفس الوقت نفس ما هم يعملوا في هالطرق أنه يخليك تشري أنت تعمل طرق أنه تعاود تبرمج مخك أنه ما تشريش فهي الفكرة كلها برمجة فأنا شو حكيت نفس ما أنت تأثر أعلانات من دون ما تحس الحاجات اللي تشوفهم تخليك مثلا أنا حابة نشري هالكيس هل نحتاجه؟ عندي عشرة كيسين ناخذ صورة نخليها عندي لو بعد يومين ما زلت نفكر في هالكيس ورجعت للصورة وفكرت بعقلانية أكثر هل نحتاجه ولا لا؟ نشري لو ليه؟ لا بعرف شخص عنده هواية الشوبينج بس ما بحب يدفع كان يفوت على السوبر ماركت يعبي الترولي كلها اوكي يعمل شوبينج يقعد نص النهار عم يعمل شوبينج يتركها ويمشي وهذه طريقة طريقه أنه من هنا عيش الدور هلا نحن بنعملها يمكن على الاونلاين انه تفوتي ايه اشياء توب. واخر شيء بنطلع تشيك اوت بدونها يعني صح انا لو تشوف الباج عند امازون كلها ايتمز ومش <applause> بعدين عارفه وبعدين ديليت ديليت <applause> هاي طريقه يعني هي طريقه بت... من الطرق انه تحس بها satisfaction اما من دون سوري اما من دون ما تضر نفسك صح آه بلقيس آه بلقيس او بلقيس <applause> <سؤال> بكي بكي <صفيق> اللي رايحك شو بتحبي اكثر بكي اللي رايحك كيف تنطقها او لج... <أوريجيني> أو بالقيس اول مره عندي إنه لي بالقيس حاجه اوريجينال أو بلقيس بكي انت اخترتي هذا الاسم ولا بعيتوا لك بكي <سؤال> آه من وانا صغيره اختي الكبيره سمتني بكي كاسم دلع ومشي معايا يعني وحسيت حتى في السوشيال ميديا اسهل بكي طيب هلا دايرة اصحابك هون بالبلد آه نقلتي على دبي عملتي كوميونتي عملتي هل هي من شغلك اصحابك اكثر ولا في عندك علاقات اصدقاء من برات شغلك؟ مم. اوكي حس خليني نرجع افكاري ثانيتين مش ما نجيبش العيد <applause> ممكن هذا من اكثر المواضيع الحساسه بما انه مش حتى في البلد كامارات اما في دبي وحدها عدد كبير من الناس ومن الجنسيات ومن الاصحاب فانا كيف جيت هنا جيت عندي اصحابي واللي باش نتعرف عليهم من مجالي بما انه هذه هي الفرصه اللي تخليني نتعرف على الناس اليوتيوب التصوير الانترفيوز ف نتعرف على الناس يوتيوبر عرفنا بيوتيوبر سوشيال ميديا فحسيت روحي at some point انه هو انا في في يوتيوب عايشه وانا في ش شركه فحسيت حالي مش مرتاحه وبالرغم انه فما يعني هم احسن ناس وعلاقتنا طيبه اما غريب انه الرابط اللي بيناتنا هو السوشيال ميديا ولا غريب انه ممكن نتعرفوا على السوشيال ميديا ونبنوا صداقه صداقه قويه اما ما نحسهاش ممكنه في في بلاد اللي كل الناس جايه هنا شغل خلينا نحكي ولا جايه بهدف انه مثلا تعمل فلوس تعمل معارف تعمل ارقام فحسيت عشت فترة انه انه رافضة رافضة الفكرة انه لو حتى تكون جنون معايا وتتقبلني نقول لي اكيد اكيد حاس مني وفي مصلحة وكنت رافضة اي علاقة كانت ولا اي صحبة ولا اي ناس تتعرف عليا كنت مسكرة على الاخر وقتش بديت نتقبل في في وضعي وقت اللي تعرفت على الناس مثلا بديت نعمل في اكتيفيتي الغوص تعرفت على اصحابي اللي هم بعد كل البعد على السوشيال ميديا. أه تعرفت على ناس ولا ناس نعرفهم من قبل عود شفتهم اللي ما تربطناش السوشيال ميديا. أه ناس حتى وإحنا الاثنين في السوشيال ميديا أمام ما كنت تكون حتى بينتنا أي تصوير ولا أي. مم. ما في مصلحة. ما فهميش مصلحة. أه أكثر ناس نقدرهم اللي اللي دايركت. السلام عليكم. يا ريت نصوروا مع بعضنا المتابعين ناس ما عنديش منهم عندي متابعيني ناس بزنس 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 وفاهمين بعضنا ف بديت بديت نلقى في الناس اللي تناسبني في, في الناس اللي الصريحين قدي بما انه ديما واحد من صحابي يقول لي بكي انت صريحه اوفر تو ماتش صراحه تو ماتش دايركت اللي فما ناس ما تتقبلهاش الحاجه هذه ف <applause> يعني في ناس بتلاقيهم بيشتغلوا بيش 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 مش رح تزبط هاي بيستغلوا الشغل بس بفوتوا بطريقة انه صحبة بس هو هدفهم بيكون بس الشغل هو ممكن هذه مشكلة السوشيال ميديا انه اول شيء مجال جديد ثاني شيء معقد بما انه انت تاخذ راحتك في التصوير الا ما يكونوا الناس قراب لك لدرجه الماء يعني يكون مع اصحابك خاصه في تصوير الناس اللي تصور تحديات تصور فلوجات <applause> فلازم تكون صديقة لازم تصور معهم ولا العكس مع التصوير مع الوقت تكونوا صديقة فشوية ما فهميش ديفينيشن واحدة كل واحد وطريقة تصويره أنا مثلا ديما نصور وحدي فالناس تستغرب إنه هل بكي ما تحبنيش فهي ما تصورش معانا وبرشا ناس نعرفهم نفس حالتي كنا نحكي في الموضوع إنه إنه أنا هذا ستايل تصويري مش شرط يعني لو أنا ما صورتش معاك مش يعني ما نحبكش ولا تظهر عندي فبما انه ما فماش ديفينيشن واحده دي ما يصير سوء تفاهم ولا يصير مشاكل بس باكي بتعرفي شو انت قلتي شي عن دبي هو دبي إن لانه <applause> فعلا انه الاشخاص الجنسيات مختلفه و... والصداقه مرات بتكون صعبه لانه في اشخاص جايين تشيك ان تشيك اوت يعني <applause> بالضبط. يعني جايين يقعدوا فتره وهن معتبرين ممكن بيضلوا فتره اطول بس هن معتبرين انه انا جاي هون اشتغل تو جراب اوبورتونيتي معينه وامشي فالقيمه مم. للصداقه مرات ما بتلاقيها عند الكل ال للاشخاص إنه اللي... مؤقت هو مؤقت مؤقت بالحياه مم. وبنفس الوقت الريسك تبع الجنسيات انه اوريدي لا على شخص ككلتشر جديد عليك مم. انا ما كنتش متوقع انه ثقافتنا في تونس ولا في نورث أفريقيا تختلف كل هالاختلاف على الميدل ايست ولا الخليج ميدل ايست او او غير يعني نحن نحن هون في 100 جنسيه بالضبط يعني بالضبط. كمان ممكن يكون اصحابك مش بس من الميدل ايست ممكن يكون اجانب او من اي بلد تاني أكيد. فهي لا يعني هاي اول شيء بدك تعرفي تضارب ثقافات ثقافه <applause> بتعرفي على الثقافه بعدين تفوتي بموضوع قديش في صحبه اما مم. اما حدا من بلدك دغري دغري في نص نص السي في صار واضح نص المشوار عملناه هو انه عارفه شو بده وشو كذا وكمان انه الستابيليتي انه انه هو موجود فبهم والسمعه يعني انا مثلا اذا حدا من بلدك اذا بيغلط معك في سمعه هو ابن جيرانك يمكن او هو بالمنطقه ف ففي خط الرجعه موجود هون بتحسي انه يعني شوي الامور بس هيدا بيخليني اطرح سؤال هل هي السوشيال ميديا اللي هو العالم الافتراضي اللي صار في كتير من الاشخاص اصحابهم عم يبنوها وشايفينها فعلا كعالم حقيقي وخصوصا الجيل الجديد يعني اللي هو بلش حياته على السوشيال ميديا، بلش اصحابه على السوشيال ميديا، قديش قيمه الاصحاب عنده لانه نحن قلنا مثلا دبي بلد إنترناشيونال في جنسيات كتير طب السوشيال ميديا بعد ألف مره اكثر أه. في فل... اعمار واشكال والوان و... قديش قيمه الصحبه او قديش في هذا الشيء خطر على الجيل الجديد وهل انت من هذا الجيل اللي يا. تبني اصحاب على السوشيال ميديا؟ انا جيل اخر التسعينات ديما مش فاهمين نفسنا مع ميلينيوم ولا جينزي <applause> احنا وين؟ احنا مع هذا ولا مع هذا بما انه شفنا السوشيال ميديا مش من عمر صغير اما في نفس الوقت مش كيف كبرنا يعني في مراهقتنا كبرنا بالسوشيال ميديا فالموضوع شوي غريب من نجمش نعطي ديفينشن بما انه تعرفت على ناس من السوشيال ميديا وحبيتهم لي برشا وفي نفس الوقت تعرفت على ناس بالسوشيال ميديا وما يعنوا لي ولا شيء فممكن ممكن لو نبدل كلمة سوشيال ميديا ناخذوها مثلا شغل نفس الفكره تصير في اي شغل ولا في اي وظيفه انه ممكن تتعرف على ناس اللي اللي يدخلوا قلبك ويولي بيناتكم رابط العمر فما ناس يكون طول عمره في مكتب معاك في نفس الوظيفه ولا يعني لك حتى شيء فممكن السوشيال ميديا عندها دخل بما انه ما واضحه لدرجه ما بما انه انت في الوظيفه فاهم انه مش شرط تكون مع صديقه اما في السوشيال ميديا نو فهذا سؤال ما زلت ما نعرفش نجاوب عليه حاليا <applause> بكي الحب بحياتك مرق هيك فترة حب او صداقة او مم. علاقة بينك وبين شخص انا تواصلت معه بس صراحة رائع اسمه مم. سامي مم. آه كان في صداقة او خطبة بيناتكم؟ خطبة لا ما وصلت للخطبة آه. أي ما قبل خطبة عمري كان صغير حب كنتوا ز... كنت من انسان رائع صراحة يا يا يا. يعني وهو مشهور على السوشيال ميديا قديش كيف كانت علاقتكم وش... وشو استفدتوا من بعض؟ يعني شو تعلمتوا من بعض؟ أوه. انا اصلا الحب ك, ك... ولا كشيء لحاله <applause> كل شيء نعمله في حياتي بحب و... وياسر يهمني انه الناس اللي حولي نحبهم انه مهم مهم بالنسبه لي نعيش بالحب فكيف وكيف نجي ونشوفه حتى في العلاقات يعني اصلا هو ك كالاكسبيرينس هذه لو حاب انت تحكي عليها بالذات كانت من عمرنا صغير يعني 19 حتى عمر 21 كانت مدة عامين وكان الحب الأول اللي, اللي نحسه حقيقي وكانت تجربتنا إنه كبرنا في السوشيال ميديا في هذيك الفترة خاصة في كورونا كيف الناس كلها مركزة كان على السوشيال ميديا كنا سند لبعضنا م. يعني هو أحسن مني في أشياء في الأديت في وأنا أحسن منه في أشياء ثانية فكنا نكمل بعضنا فكانت تجربة يعني مزيانة و... بما انه حكيت لك اليسر الحب يعني انه نحب نعمل كل شيء بحب فكانت الـ perfect environment بالنسبة لي في هذاك العمر وفي هذيك الفترة يعني علاقتك وسامي كانت علاقة حلوة علاقة حب أو الحب الأول وعلى طول بيعلم شوي الحب yeah. الأول اللي... بس شو شو صار يعني وات ونت رونغ؟ أنا وصلت ل إنه إحنا نتبدلوا طبيعتنا أفكارنا مفاهيمنا ف ممكن في هالتايم لاين في هالسلم الزمني اثنين بيرفكت مع بعضهم يحتاجوا بعضهم سند لبعضهم اما في وقت من الاوقات هو تبدل شويه تبدل شويه اللي ما عادش مناسبين لبعضنا فكان ممكن يصيروا شيئين يا يعني اما ان وي فورس ات عرفت وي فورس ات انه ما تقبلوش التغيرات اللي قاعده تصير ما تقبلوش احاسيسنا الجديده ما تقبلوش تغيراتنا وفرصت و... و... بطريقة وبطريقه توكسيك او نتقبله انه اوكي شكرا على التجربه المزينه شكرا على الاحاسيس الحلوه شكرا على كل شيء مزين عشته والتجارب هذه والذكريات هذه بتقعد معايا لنموت اما لهنيته فالقصة ولا لهنيته فنوع الحب هذا ويبدا حب جديد اللي هو العشره اللي هو الصحبه فاهم اهم نقطه هي نقطه التحول هذا واني تقعد ديما فاهم ومتصالح مع احاسيسك ولا تجاه الشخصيات بس ليه الاشخاص اللي بيقدروا ي... يعني اذا اذا صار في بروكن هارت يعني انكسر قلبه او صار في علاقه انفصلوا انه يعني يحافظوا على هيدا الشيء يعني هذا الشيء كثير واعي انك <applause> تقدري تكملي مع الاشخاص ب... كصداقة, كصداقة يعني كصداقة يعني يا هو الا اذا هو صعيب هو صعيب <تصفيق> 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 شوف اول ما وفات القصه كل شيء بدا بطريقه مسالمه مزينه وفي بطريقه مسالمه أكيد لهنا وصلنا انه فريتين انه فرشيت كل مش لهالدرجه <applause> نحس بعد ما بديت تحول بديت تغير انه طبيعه العلاقه تبدلت درجه انك تتدخل في حياتي ولا ندخل في حياتك تبدلت اما أنتي كنت طول عمرك ماخذ هالجزء من حياتي فشي يصير شوي فراغ التغيرات دي مصعبة فاحنا ممكن لازم نحكي الخلافات ولا الشد شويه بدايه تخيل بعد انتهاء هالعلاقه ولا بعد ما ولدت صديقه وكانت صعيبه صعيبه انه انه نحولوها لصديقه حقيقيه يعني لليوم عنا جوكس انه اه حبيبه مش شد عليها ولا شيء لا لا عادي فهمتي عنا بتحسي بعد في سيطره شوي في غيره في شيء موجود لا 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 هذا هذوم كلهم اكيد ليه بما انه علاقتك كما لك صديقة اما خذي منا ممكن عام كامل باش نلقاو ال 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 ولا كيفاش بسألك باش نتقبل وضعنا وباش تصفى الامور تصفى هيكي. الامور بالضبط باش تصفى ونعاودوا من جديد انه انه اوكي انا متقبلة انه الحكاية وفات ومتقبلة طبيعة علاقتنا جديدة عرفت نفكر اول ما ما علي. أول، يا سيد يعني نتفكر اول ما منفصلنا ما انفصلنا ب... انا ممكن بطبيعتي كما حكيت لك يعني آه كيف صارت القصه انه جدتي الله يرحمها توفيت تقبلت الموضوع على مراحل مم. حتى موضوع الانفصال نتقبله على مراحل ممكن انا اي ح... اي حادثه في حياتي تراجيدية بتجزئيها في يعني نجزئها باش نجم نتقبلها شوي شوي مع الوقت ف بالنسبة لي الوقت هو الحل كل شيء ولا الوقت يخليني نستوعب أكثر من غيري ممكن في ناس أوكي نفصلنا سلام عليكم باي بلوك بلوك <applause> لأن ناخذ أكثر وقت باش النجم نوصل للنهاية اللي, اللي تناسب الكل ما نحبش نخلي في, في قلبي أي إحساس سلبي عرفت مين الشخص اللي بتختاريه مرة تانية كمواصفات يعني اللي مين اللي بيدخل على قلبه لبكي تعرف والله انا قلبي سهل <applause> كل شويه فما هيك يكون عاجبني <applause> ممكن اهم اهم شيء بالنسبه لي انه يكون عنده يعني درجه من الوعي عاليه نحب كيف نتكلم مع شخص نحسه واعي نحسه فاهم نفسه انه نجم يعبر باحاسيسه فما ناس عايشين في دينايل في في نكران انه نشوفك إنه انت مش اوكي يرفض هالشيء ما مش متصالح مع نفسه فانا كل هالاشياء ما نتقبلهاش لو شخص باش نشارك مع احاسيس مزيانه ولا باش يكون في حياتي للدرجه هذه لازم تربطنا كونكشن عاليه عارف شو بده بالحياه بالضبط فاهم فاهم يعني ما نحسش انه اي شخص جاهز انه يشارك حياته مع شخص تاني وهو اصلا مش فاهم روحه فانا ات سام بوينت قلت سامي قلت له انا هالفتره هذه قاعده نتبدل وانا مش فاهمه روحي شو نحب ما نحبش فحرام انا نضر فيك لو باش نقعد ونكذب على بعضنا يا لي بدك تعملي بودكاست يا مفاجاه هذه مفاجاه <applause> هو من قبل نحب نعمل بودكاست او شوي شوي قاعده نبني في في طبيعه البودكاست اللي م. حابه نعمله ان شاء الله كل هالمواضيع اللي حكينا فيها من ارق من علاقات من من دراسة من كل حكايات نحب نحكي فيها بما انه البودكاست نحسه فورمة طويلة تاخذ راحتك في الكلام مش ادد ومش توقيت كت كت فان شاء الله وتعبري مين اول ضيف راح تستضيفي <applause> <applause> انا نفكر انه اول حلقات نكون وحدي بما انه نحب نقعد ونتكلم نفضفض يعني انا ديما نحس الكاميرا نحكي اريح مع الكاميرا اكثر من نحكي مع الناس ممكن يشوفوا سامي ممكن تستضيفي سامي واو <applause> نحكي شويه تحكوا قصص يا ليش لين يعني نحب انا كيف نستضيف نستضيف الناس العلاقات والحب وكيف كيف الوعي يا تكون ممكن تكون مفيده للناس اللي في عمرنا ولا الناس اللي ما 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 يستوعبوش شنو هو الحب ولا كيفاش توفى الحكايات ولا يحبوا يعرفوا التجربه ولا مش حتى كنا على حكايتنا نحكيه في مواضيع اخرى اما انا المهم بالنسبه لي انه كيف نجيب ضيوف يكونوا قراب لي يكون بناتنا كونكشن بما انه مانيش بنحكي على نفسي ولا مش بنحكي على ضيفي لا مش نحكيه على هالموضوع كانها قاعده اصحاب نكونوا قاعدين ونتكلموا خلص أنا بدي استضيفه لسامي أول شيء خلص، أوكي عندك أول <applause> لا بس بدي أحضرك أنت وياه أكيد لأنه القصة حلوة وغريبة إنه اثنين <applause> كانوا بعلاقة علاقة حب وصاروا أصدقاء ويحكوا عن هالمغامرة اللي مروا فيها وكيف واعيين كيف قدروا يكملوا بصداقة هي غريبة وشو استفادوا من بعض يا ممكن غريبة شوي أما أكيد برشا عشوائي هو الغريب مشاركتها مع الناس بما إنه فما ناس ما تتقبلهاش فما ناس ما تحبش تتغرح مع المواضيع هذي أما بالعكس نشوف في بره قصص حتى قصص زواج وانفصال وبعد قعدوا صحبة و... و... هذوم أحلى حاجات هل هي عرفت العلاقات الصحية هم مجبورين بحسن <applause> ممكن يا <applause> ممكن. باكي بتحب تغني كتير أنت اخ والله اسمع في الدار عندي هذا الما... المايك اللي يكون عنده مكبر صوت اللي بس قلتي دلوقتي. انه صوتك محلو صوتي... بس صوتك حلو انه no. صوتي ممكن شوي في الكلام يعني شوي مريح اما في الغناء ابدا ابدا في مقطع جبتي صديقتي كانت عم تغني حدك وانت بينتي انه انت عم بتغني <applause> يا مارتين عملتها حلمي يكون عندي يعني لو فما مهندس صوت هذا نداء في اكيد يطلع موجود. يطلع لي صوتي مزيان بليز كلمني اوتو تيون موجود عند الكل يعني يعني ممكن ينسبني اوتو تيون طيب يلا غني لي خليني اشوف اذا بدك شو حابه نغني لك؟ هلا بنحط اللبن حط حط لي اوتو اوكي؟ شو حابه نغني لك؟ شي للحب الحب نو ريان دو ريان لا هذه مش حب هذه فيها روجراي نو جو نو روجريت ريان نايس بتغني فرنش اكثر؟ جيت على بالي مش عارفه من هو ماي فيفورت موفي اديت لما لمام فيلم تراجيدي وين بتلاقي حالك باكي بالفيوتشر بال... باي مجال يعني اذا بتكملي بالسوشيال ميديا بالتمثيل بالغناء بي... هو انا ممكن في رحله البحث عن نفسي يعني ما زال بكري آه بالرغم انه في عمر صغير عملت حاجات اني ممكن فما ناس بعد انه عشت مستقله سافرت جاتني فرص في عمر صغير ام هذا ما يعنيش انه خلاص انا فاهمة حياتي وعارفة لا لا ما اخذ وقتي انه نكتشف انه نجرب ما زلت ما قررتش بما بالرغم انه حاطة شوية اهداف يعني حس روحي اكثر في المشاريع فما كم من مشروع في مخي اما ناخذ في راق في راحتي وناخذ في وقتي انه نفهم شنو الحاجه اللي, اللي نرتاح فيها المشاريع كيف... مشاريع شو يعني بتفكري مشاريع بزنس ولا مشاريع فنية؟ هم ما هو المشكلة الاثنين أنا ساعات نحس روحي كما حكيت لك خمسة أشخاص في نفس الشخص في <applause> <applause> شخص بزنس والله. شخص فني واحد يحب يعمل براند واحد حاب يعمل مشروع رسم واحدة حابة تركز على السوشيال ميديا هذا حب وهنا عرفتي يا جماعة هدو وأنت يا أنت شخص واحد اوكي اتس تو ماتش قلتي انه انت السنه هاي اكتر شيء أه... آه يعني اكتشفتيه أو أكتر شيء صار عندك إيه هدف أنك تحبي حالك تطلعي بحالك أكتر قلتيها أكتر من مرة صحيح آه بما أنه هي ما كانتش تجي على بالي مم. كانش تخطر على بالي أنه حتى سحبتي قتلي بكي على عشرة وما سألتني شخصياً يعني كنا نتكلم كلنا على عشرة كم تحب نفسك أوكي أربعة بعد أنه اكتشفت أنه إيش جواب انه لو انا ما نحبش نفسي كيفاش بنحب غيري؟ لو انا مش متقبله روحي مش فاهمه انا شو نحب شنو اهميتي عرفت انه أهم فاخذيت وقتي انه انه لحظه خليني نتعرف على روحي شكون <applause> <applause> <إنو تصفيق> هي بكي شكون هي بلقيس طب مين مين بكي هلا بنظرك مين بكي يعني بكي الشكل بكي الرسامه بكي يعني في في كذا بكي <applause> بالحياه اول شيء أك او اكثر بكي بتحبيها اي وحده منهم <applause> أه باكي اول شيء بديت نتعرف عليها كيف عملت الدي ان تيست حبيت نعرف ماي انسيسترز عرفتنا هالقد ديتيل أه يا, يا لا انا وصلت عميق عرفت حبيت قلت نتعرف على روحي من جذوري عملت دي ان اللي طلع لي نسب انا من وين فانا 66% نورث افريكان امازيغيه أه 10% من اسبانيا فما 10% من ايطاليا فما من تركيا فما من أفريقيا من نيجيريا وثين بالمئة نتوقع فأنا كل هالخليط انت كل هالثقافات اللي كما نعرفوا تونس يعني ديما يقريونا منطقة استراتيجية فصار فيها برشة تلاقى حضارات اللي جابت النتيجة هذه بالوقت من بعد بكي ولا بلقيس هي اللي, اللي كبرت برشة حب في environment كلها كلها وومن وفيمينين انرجي مع جدتي مع خالتي مع امي مع خواتي البنات اللي, اللي اكثر مني اللي اكبر مني اللي هذم من الكل كانوا نسافة حياتي اللي ربوني بهالطاقه هذه متاع الحب متاع الكيرينج بعد كبرت كبرت, كبرت ك... ك نعمل في التاسكس وحدي من وانا صغيره يعني تحكي لي امي كيف كنت بيبي كنت نبكي نمشي ناخذ البيبرون الرضاع ونرقد <applause> فمن وانا صغيرة نحب كل شيء نعمله وحدي تاسكس متاعي نكملهم عندي وقتي بيك اللي تحب النظام اللي مخصة كيما وقت القراية ولا مخصة وقت زادا للرسم للفن تحب الهدوء تحب الطبيعة فكل هالحاجات هذم العوامل هذم اللي في أنا في من داخل كافي تاريخي كحاضري العوامل اللي دايرة بيا جابت هالنتيجة اللي اللي تحب تكتشف اللي, اللي تربت نشوف في كاميرات وصور اللي تربت تسمع بالكشافة بعد في مراهقتك أنا كي كبرت كبرت في تونس فما ثورة فكبرت على على الكلمات ولا على مفاهيم الحرية وحرية التعبير وإنك على حقك فما جزء مني الحقوقي هذا اللي يحب يتكلم ويعبر ومن بعد وبعد وصلت العشرينات وين بكي تحب تعرف هي وين بالضبط هي شكون هي شنو عندها تقدم وهذا اللي مازلت نكتشف فيه يعني بكي هيك سلة زهور ملونة قلتي انه عشتي بهيك جو أنوسي و يعني بين امك واخواتك وجدتك البي كان موجود حاضر بحياتك اي موجود موجود اكيد حكيت لك اللي هو تعلمت منه الكاميرات وكل اما هو اصلا طبيعه شغله اول شيء هو يخدم في الجيش فكان ديما موجود في مهمه في الشغل وفي نفس الوقت فما ما نحبش نعمم اما اكتشفتها حتى برشا بين اصحابي انه جيلنا عندهم علاقه بعيده مع ابائهم مش عارفه شنو الاسباب مش عارفه شنو اللي صار بينت الجيل اللي اللي قبلنا وجيلنا احنا اما فما اباء اختاروا هالعلاقة تكون ام اوفيشل ولا تكون بعيدة تكون انه اوكي انا وصلك المدرسة اه وفيت غادي العلاقة يعني احنا ما ناس بوك يعنقك ويبوسك ولا يقولك نحبك ولا انه فما شوية بعد فما شوية ايس ام سو so يا yeah الحمد لله كما حكيت لك كنت اصلا معبية بال بالحنين بتاع جدتي وخالتي وامي واخواتي <applause> فما حسيت حاجه غريبه بيكونوا الموجودين بس يمكن ما بيعرفوا يعبروا عن الحب مثل ما قلتي ما بيعرفوا <applause> يغمروا يكونوا اصحاب <applause> انا قبل كنت رفضت هالحكي كنت كنت نلوم <applause> خاصة في عمر صغير وفي المراهقة كنت نحكي إنه لو شوفت مثلا بول اللي, اللي يعطي حب ولا نشوفه في الأفلام ولا في المسلسلات هالآيدل فأنا نستغرب نقول هل ما يحبنيش هل ما يحبنيش هل هو مقصر أما أم متنجمش تلوم متنجمش تفهم هل قد بيعرفوا بالضبط انه انه هذا هو طبيعته هذا هو ممكن شنو عنده يقدم هذا هو طريقته انه يوري الحب نتاعه ولا ولا هو اصلا هذا هو شنو عنده يقدم الماكسيموم فخلحت مع الموضوع انه يريز إريز عرفت صوره البي بس بتكون مرات اذا موجوده بحياتنا هي يعني بتكون المثال لصوره الحبيب بالمستقبل مم. يعني ف هلا اعطيتيني صوره الحبيب انت ما كتير واضحه فاذا مم. ممكن بدك اياه بس انه عارف شو بده بالحياه هيك قلتي مم. ممكن يا ممكن فما ناس حتى العكس يعني نحسوا الرجل يختار ديما مرته انه تشبه امه مزبوط صح فانا والعكس عند البنات انه تختار رفيقها يشبه بوها ف ما زلت ما نعرفش ما بتعرفي <applause> ما زلت ما من نعرفش بس قد ايه مهم انه الاختيار يعني لانه قد ايه بحملك مسؤوليه انت بتحسي بمسؤوليه انه انا آه في في بنات بيكونوا شوي رومانسيه اكثر او عاطفيين او بس بدها بدها تتجوز يعني حابه العلاقه مم. على الحصان والحصان الابيض وهيدا الفكره بس انت بالنسبه لك قديش عم تشغلي العقل بالموضوع انا عمري 23 اول شيء وزت صغيره <applause> فهذا مش من اولوياتي صراحه أنا تفكر ديما نلوج على راحتي وين آه لو بشي جيل حب ولا بشنحس حاجه تعجبني مانيش باش نفكر بالشكليات ولا مثلا نعطيك مثال من يومين نحكي مع صاحبتي شافت واحد عجبها اول مره تشوفه في حياتها لي بكي هو وظيفته هذا فانا يوم ثاني عندنا بيبي وين وصلت يا بنت فما ناس اول شيء تشوفوا يعني هم يكونوا عقلانيين اكثر انه يفكروا في المستقبل في اما نحس مش هذا الهدف نحس مش هذا فقط ولا ما يكفيش نحس في العلاقات فما ناس تقول انت تعطي خمسين انا ناتي خمسين نحسوا لا انا مئة 100 تعطي 100 عرفت لازم ما فما هالكونيكشن العالي ولا هالكمال اللي اللي اوكي هالشخص في نكمل مع حياتي انه هالشخص فممكن نوصل نعرف خياري بعد ما انا نفهم بعد ما نعرف روحي بعد ما نفهم روحي شو ما نحب وشو ما نحبس وبعد ما نكون ارتحت في حياتي مانيش نفكر في هاي المليون مشروع ومانيش نختار في شكون هي بكي فبالنسبه لي ممكن مازال بكري ولا بالنسبه لي انه ممكن ما زلت مش حاضره انه ناخذ هالقرار It's very اكتبي <applause> المواصفات اكتبي الليستة ها. <applause> أو نكتب لكم إن شاء الله المواصفات يكون طوله وعرضه <applause> مش عارفة زال مزيل زال ب... ب... مع الوقت. <applause> ان شاء الله بكي ثانك يو سو ماتش فور كومينج تو ماي بوكاس كثير مبسوطه فيك وانا فرحت فرحت كان الحوار مزين انه انه فمش قيود فمش خطوات انه كان جنوين كونفرسيشن فثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش وبدي منك يعني امتى رح تعملي معرض لصورك للبينتينج ان شاء الله او تحطيهم بعيون اونلاين او شيء لانه حابب انا اشتري منك شيء شكرا ان شاء الله ان شاء الله وتوعدني تكون حاضرين من اول حاضرين في اول معرض امام الزيل اكيد شوي. اكيد ثانك يو سو ماتش ثانك يو